مشاهدين قناة أشواق تيفي، اليوم معنا هجر أرسلان. هجر أرسلان اللي تقريبا عندها مليون متابع على الانستغرام. تقول لك اليوم انفلونسوز؟ لا صراحة أنا ما كنسميش راسي انفلونسوز، حيت كلمة ديال انفلونسوز كبيرة مؤثرة، يعني خاصك تكوني كديري شي حاجة كتأثر في الناس في حياتهم، في دراستهم، في مستقبلهم. لكن أنا بنت كندير انستغرام، كنبارطاجي حياتي، كنبارطاجي داكشي اللي كنبغي في انستغرام، في تيك توك، في يوتيوب. هادشي اللي كاين، يعني انا الكلمه ديال انفلونسرز ماشي سهله باش نقولوها لاي واحد الا الشخص اللي بغا كيأثر على الشخص. قولي لنا هاجر، كيف كتجيك ديك الفكره ديال الفيديوهات اللي كديري وكتخلي الناس بزاف كيضحكوا وكيعجبهم؟ منين جاتك هاد الكوميديا؟ صراحه حنايا غتكوني عرفتيني دابا ملي جلستي معايا، الحس ديال الفكاهه فينا في الدم، يعني داكشي من العائله. قولي لي يا هاجر، ايوب الشاب اللي كيبان معاك دائما في لي فيديو ديالك، كيبان واحد الانسجام بيناتكم، واش كتجمعكم شي علاقه واش مزوجين؟ هو العم ديالي عزيز. العم ديالك؟ لا لا، انا نجاوب هذا السؤال، هو كاين هنايا. قالت لك شاب جميل، اش قالت لك؟ جميل انا، الحق ديال العم هذا العم ديالي ايوب، هو الصغير في عمامي، بيني وبينه 3 سنين، هذاك الشيء علاش قرابين في العمر، هذاك الشيء علاش مفاهمين مع بعضياتنا، وتقريبا عندنا نفس الحماق، هذا الشيء اللي كاين. واش عندكم؟ نفس الحماق، هذاك الشيء علاش كنتفاهموا. قولي لنا هاجر، ما كتفكريش انك تدخلي لعالم ديال التمثيل؟ ربما لي سيتكوم، وكنعرفوا رمضان قريب، ما جاكش الشعور؟ صراحه انا ما كرهتش المثل في البلاد، كيعجبني كنتقمص شي دور، راه غادي تكوني كتشوفي في الفيديوهات ديالي، لكن صراحه ما عمرها جاتني شي فرصه. ما نقولش لك بحال الاخرين، جاتني فرصه ولكن ما مدنيش احقا، قالوا لي حيدي الفولار. لا ما نكذبش، ما نقول الصراحه، ما عمرها جاتني شي فكره، شي فكره ما عمرها جاتني شي اقتراح زعما اقترح لي شي واحد باش انني نمثل في التلفازه ولا انني ندوز في الاخر. ملي جبتي الفولار غادي نسولك، هذا الفولار ما كانش عائق بالنسبه لك؟ تبارك الله عليك حافظتي عليه، ورغم ذلك مشهوره ووصلتي وتديري لي فيديو ديال الضحك، يعني عادي. واحد النقطه من حدك جبتي الفولار، وانا انا الحمد لله دايره الفولار، هدانا الله انا درنا الفولار، مي راني ما دايراش زعما 100%، حيت راه بزاف الحوايج. شوفي دابا اللي دايره الفولار ما خصوش تكوني دايره المكياج، اللي دايره الفولار ما دايراش حجاب. المهم ما خصوش بزاف الحوايج ما كيكونوش زعما، ما خصوش يكون كيديرهم، كنتمنى والله يهدينا بزاف الحوايج. بالنسبه لي هذا زعما قرار خديته انا راسي، زعما يعني مادام انني اي قرار كنتاخذه في حياتي الا راه اني غادي نواصل عليه ولا غادي نكمل فيه. يعني كاين شي حوايج كيجيو كيكونوا عائق، ما نكذبش، كيكونوا كتحسب راسك باللي راك زعما باللي راه هو بحال شي حاجه، بحال واحد الحيط بينك وبين هذاك الشيء اللي باغا توصلي ليه وداك الشيء اللي باغا تحلمي ليه. لكن كنقول ان شاء الله نهار اللي غتجي شي حاجه مناسبه، راه الا كان مكتب ليا شي حاجه غتوصلني بالفولار ولا بلا بيه. شو هو اصلا الفولار كيواتيك؟ تبارك الله عليك جميله ما شاء الله. شكرا لك خطيك. قولي لنا هاجر، القلب كيضرب ما كيضربش؟ كيضربوا ولكن شي علاقه، شي زواج؟ لا لا صراحه ما كاين عندي حاليا حتى شي علاقه في حياتي. زعما كاع دوك لي فولورز اللي عندك كاملين ما هو ماشي مساله فولورز، بالعكس مني ولاو لي فولورز عاد ما بقيت زعما ما كتبقيش تعطي فرص لبزاف الناس. وعاد عاود كاينين بزاف الوحدين كيقول لك لا انا يا لا بغيت نتزوج، ما بغيتش مراتي تكون كتبان في لي غوزو سوسيو، ما تكونش كتبارطاجي لي فوتو ديالها. مازال عندنا ذاك الفكره ديال زعما ما خصش تكوني كتبارطاجي، واخا ما تكوني كديري والو، زعما كديري شي حاجه اللي هي عاديه.
صرا ما كاين والو والله ما كاين شي حاجه. شو غادي ملي تكون شي حاجه غادي تقولها لنا؟ ان شاء الله ما تكون شي حاجه لنا ان شاء الله. نعرض عليكم كاملين ان شاء الله وحنا نحضروا معك ان شاء الله العرس ديالك. هاجر شنو تبغي تقولي للجمهور ديالك اليوم من خلال المنبر ديال اشواق عتيفي؟ كمان نقول لكم اول حاجه شكرا، تشرفت بمعرفتك مرعيم، تشرفت باللقاء ديالي معكم اليوم. شكرا للناس اللي تفرجوا في هذا الانترفيو وكملوا حتى الاخر. شكرا لاي واحد كيعرفني كنقول لكم هاي السلام عليكم من هنايا. كنتمنى ان شاء الله نكون دائما انا عند حسن الظن ديالكم. وصافي هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك هاجر. لا لا خطي. وحتى انا بدوري كنبغي نوجه واحد التحيه خاصه للزميل ديالي حمزه بوقنادل خلف الكاميرا. ضروري حمزه، تحيه لحمزه. شكرا للمشاهدين الكرام، كانت هذه هي هاجر ارسلان كيف ديما الحميمقه ديالنا اللي كنعرفوها جميع. شكرا على التتبع والى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.